بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلتني منتوجات من الموقع الآسيوي نيوشيك، والمنتوجات هذه عبارة عن جال الألوفيرا. أول منتوجات هي جال الألوفيرا، جال الألوفيرا الكوري متعدد الاستخدامات للبشرة والشعر، من أفضل المنتجات وأكثرها طلبا ومبيعا وبأقل الأسعار مقارنة بالأسعار عندنا، سعرها جدا 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 رخيص. الجال عبارة عن 92% 92% خلاصة الألوفيرا، الألو النقي لتهدئة وترطيب البشرة، يخفف من الإحمرار والجفاف الذي تسببه أشعة الشمس للبشرة. هذا هو جل الألوفيرا، بديل نبتة الألوفيرا في الوصفات التي أستخدمها في قناتي، وهو طبيعي 100%. وقلت من أفضل أنواع الجل هو جل الألوفيرا الكوري، يعني هذا النوع، قلت عالي الجودة، يستخدم لترطيب مناطق متفرقة بالجسم وكذلك الوجه واليدين الأرجل والشعر والشفاه. طريقة استخدامه، مثلا نقوم بوضع جل الألوفيرا على الوجه للحصول على أسرع حل لتلطيف البشرة. يستخدم جل الصبار للبشرة بعد حلاقتها عند الرجال، وكذلك بعد إزالة الشعر عند النساء، ليقوم بتلطيفها وترطيبها ويمنع هيجانها. يستخدم ككمادات للعين المجهدة والمنتفخة، وكذلك يستخدم، وهنالك كذلك نوع ثاني من الألوفيرا نفس الجال، جال الألوفيرا كذلك هنا يستخدم ككمادات للعين المجهدة والمنتفخة، يستخدم قبل وضع المكياج أو يخلط مع البيبي كريم أو كريم الأساس ليعطيك لمعانا وجمالا للبشرة. هو مهدئ ومعالج للحروق، وكذلك يخفي آثار الحروق، وكذلك هو يعطي لمعان وجمال للبشرة، معالج طبيعي رائع جدا للأكزيما والحساسية. بوضع كمية مناسبة من الجال على الأجزاء الجافة والحساسة، ويمنع ظهور الحبوب والإحمرار بعد إزالة الشعر، كذلك يعمل على تقوية الرموش ومنع تساقطها وتطويلها، رائع جدا بعد الشاور للجسم بأكمله كترطيب للجسم، كذلك رائع قبل وضع الفونديشن كبرايمر طبيعي، يستخدم كمسكن للإحمرار وحروق الشمس، كذلك يستخدم كمرطب للشفاه، وله استخدامات أخرى للشعر، معالج للشعر المتضرر والمتقصف، يعمل على ترطيب سريع ويزيد من كثافة الشعر وتطويله، كأن نضعه على الأطراف أو الخصل المتقصفة ليتم معالجتها ويجعلها صحية أكثر. كذلك له استخدامات رائعة للأظافر، يوضع على الأظافر، يقوي الأظافر، يغذيها، بأن نضع الجل قبل المانيكير ليجعل اللون يبدو أجمل. طبعا الألوفيرا، جل الألوفيرا خالي تماما من البيرابين وزيوت ومعادن وألوان صناعية، جودته عالية جدا جدا لأنه طبيعي 100%. وقلت هذا أجود الأنواع هو الكوري، ولنا به عدة وصفات بالقناة بحول الله كبديل لنبتة الألوفيرا الموجودة عندي. يمكنكم الحصول عليه من هذا الموقع، موقع نيوشيك، بالضغط على الروابط أسفل الفيديو ورؤية تفاصيل الشراء مع الأسعار. هذا هو جل الألوفيرا التي تبحث عنه الكثيرات، وكذلك لدينا جل الألوفيرا، جل الألوفيرا هنا لحب الشباب، جل الألوفيرا
لحب الشباب. أحلى جال وهو حل سحري، حل سحري لترطيب وتفتيح وإزالة الحبوب وآثار الحبوب. مثلا إذا كانت لديك حبوب، نضع القليل من هذا الجال على الحبوب يوما بعد يوم، ستلاحظي اختفاءها، وقد تم تجربته من قبل الكثير، وكذلك هو حل سحري. والأهم أنه يعمل على تفتيح البشرة ويزيل الحبوب ويعمل على شد البشرة، وكذلك هو يستخدم كما كبلسم للشعر، مصفف للشعر، ويستخدم كذلك بعد الحف، يعمل على تهدئة حساسية وتهييج الجلد الناتج عن الحلاقة وحروق الشمس. وكذلك نأخذ منه كمية قليلة ونضعه بشرائح قطن، ويستخدم ككمادات للعينين. والأكثر من هذا أنه رائع جدا لإزالة حب الشباب. هذه أنواع جال الألوفيرا. المنتج الثالث هو الواكس، واكس الشمع طبعا، الواكس الأزرق. كل التفاصيل موجودة بالروابط بصندوق الوصف. وهنا لدينا هذه المخدة على شكل نجمة، تعمل بالبطارية، تعمل بالبطارية. رائعة جدا ومناسبة كهدية. تتغير الألوان فيها تلقائيا. وبالضغط على هذا الزر يمكننا تشغيلها وإعادة إطفائها. ولدينا هنا رف للتخزين يوضع بالخزانة. لدينا رف للتخزين يوفر مساحة بالخزانة، كذلك رائع جدا لتخزين ملابس الأطفال، الكتب، الملابس الداخلية. به كذلك صندوق، يوجد معه صندوق. إن شاء الله تعجبكم هذه المنتوجات، ولمعرفتها أكثر أرجو الضغط على الروابط الموجودة أسفل الفيديو لمعرفة الأسعار وطريقة الشراء. بالأخير أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.